الوطني العربي بالنسبة للتداعيات ديالو على حزب الأسرى والمعاصرة. أنا بالنسبة لي سيضرب في الأحزاب كلها برمتها إن كان تركيز على شخص فؤاد علي الهمة، فلأنه الأحزاب التقليدية كانت متخوفة من تواجد ديال الشخص اللي هو من هرم على هرم السلطة إلى ساحة الانتخابات ساحة سياسية، وفي نفس الوقت كان له صدى إيجابي من واحد ناحية، ومن ناحية أخرى اتخذ على أساس أن يعني الدولة تترسم معالم جديدة لحزب جديد بأغلبية جديدة. وهذا صحيح، ولكن الحساب ملي لقات نفسها تيتكال منها والناس ديالها تيرحلوا باش يمشيو لهذا كما سموا هذا الوفد الجديد اللي هو في الحقيقه عقلا مشهد سياسي، وجعل اليسار اليسار واليمين يمين والوسط وسط، لانه في هذا المشهد المبلق السياسي ديال المغرب اللي تيتواجد فيه 36 حزب، واش حنا عندنا 26 36 مشروع؟ ابدا. المشاريع الحزبيه والمجتمعيه في هذه الاحزاب كلها تتقاطع، فاختلط اليمين مع اليسار. واش ما كانت عندكم قواعد وضوابط لضبط الوافدين؟ الزخم اللي وقع جعل على انه يعني الحزب تيكبر بواحد الشكل كبير، والجاذبيه ديالو ديال الاراء ديالو جعلت انه واحد شريحه كبيره من الناس اللي ما تعطاتش السياسه تفيد الى هذا الوفد الجديد على اساس قيمه مضافه في الحق السياسي. اذا فعلا ما كانش عقلنا الضغط ديال الناس اللي تدخلوا معنا يديروا السياسه. بطبيعه الحال كجميع التنظيمات والمجتمع المغربي فيه ناس انتهازيين، ناس ذوي مصالح اللي عندهم إرادة على أنهم يمارسوا السياسة من السلطة، وكان انتظارهم على أساس أنه هذا الحزب لم يأتي ليناضل ويكافح وينظم مشهد السياسي، بل على أساس أنه حزب أغلبي داخلية الدولة. مي اللي ظهر على اساسه انه بعد التراجع ديال المؤسس احد المؤسسين الكبار اللي هو فؤاد علي الهمة تراجع على اساس ان يعني هذا المعطى غير صحيح، وان المشهد السياسي كان يتاقلم بذاته والقيمة المضافة اللي جابتها حركة الديمقراطيين للإضافة الجديدة، يعني جعلت على أساس أنه يعني التواجد ديال الأسرى والمعاصرة يعني قيمة مضافة في السياسة المغربية ماشي العكس. إذا الأسرى والمعاصرة المستقبل ديالو في نظرك؟ المستقبل الحمد لله تنظن على أساس أنه يعني المؤتمر الاستثنائي اللي جرى في بوزليقة مستقبل يمكن لي نقول أنه مضمون، أن المكان ديال الحزب تواجد في الساحة السياسية، أن الرشة اللي خلقها المؤتمر متعاطي إقليميا ووطنيا مع المؤتمر ديالنا، والنفحة الجديدة اللي أعطاها الحزب المصطفى الجديد ديال الأمين العام الوطني الجديد أعطانا نفحة جديدة وقوة على أساس أن الأسرى والمعاصرة إلى أخذ الطريق اللي مرسومة الآن واللي إحنا في البداية ديالها أنها تكون قيمة مضافة في الساحة السياسية. الأسرى والمعاصرة وإن كان حقا حاكمة الضربات لا زال قويا ولا زال واقفا، وسيكون الدرع الواقي والخوذة الواقية للشعب المغربي، فلولا هذا التنظيم لكانت مغرب ليبيا وليبيا المغرب. الحمد لله حنايا حين نتقارع بالاصوات، نتقارع بالافكار، ونتقارع بيننا بالقيمه المضافه، ف بامتياز عشنا سنه 2011 سنة زاخرة إقليمية وعربية وقومية قطع فيها العالم العربي من
أغلبية الشعوب العربية. فالشارع العربي حين تحرك وتحرك هنا بقوة بشبابه وبنسائه أفاز أن العنصر المغربي وخصوصا المرأة من ورائه قائمة الذات وأنها ستقوم بدورها النضالي الذي عاشت